تطلع ان انت تقول لا انا ما هي دي مشكله. وده اللي انا بقوله مشكلة لان ده رب البيراميدز, ده مشكله القائمين على الاتحاد. طبعا الاتفاق تم مع حد من الاتحاد مش كده ولا تم مع مين؟ لا مع حد بره الاتحاد. لا لا الاتحاد في حد بيمثله, حد بيمثله اه, لكن لكن في يعني الاتفاق كان في, في, في وجود يعني الشخصيات اللي بتدير الكره في مصر يعني, يعني كان الاتفاق هو بيدير الكره في مصر بيدير كل الانديه ولا بيدير للمنافسين؟ اه بيدير ملف. ما هو كان لازم حد يوضح له وهو قاعد, حد يوضح له يقول له خد بالك ان احنا عملنا استثناء هنا هيبقى في استثناء هنا وهنا وهنا وهنا, لانه اللي هيمشي على نادي هيمشي على بقيه الانديه كلها. كان لازم يوضح للمسؤول ده انه في 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 اتفاق, هل هو يملك ان هو اللي ياخد اللي يعمل الاتفاقات دي بدون الرجوع؟ ما هو احنا في لخبطه يا ميدو, ما هو احنا عاكين نفسنا يعني, احنا عاكين نفسنا. المفروض في جهه واحده بتدير هي تقول اه او لا اه او لا يعني ايا كان. طب مين النهارده هل يعني برضو, لان ده هيبقى الرد بتاع بيراميدز, هيقول لك ان انا النهارده بناء على اتفاقي معاك انا سمحت اللعيبه ان هي تبقى انا عن نفسي من يدير هذه الأزمة مدير الفني